لباس التوب يعتبر يعني من الحجاب الشرعي. التوب ناقص شروط، مختل الشروط عنده. أولا شرط أن يكون فضفاضا، التوب بيحزق المرأة بتلف فيها وبيظهر مفاتنها ومظاهر جمالها، هذا واحد. اثنين يظهر أرجل المرأة، والتوب زينة في نفسه، زينة مزركش ذاته وألوان وكده. والتوب يشف، بيقوا بيلبسوه خفيف كده ذاته كمان، يرى من خلاله جسد المرأة وترى عورتها. ولذلك العلماء قالوا شروط الحجاب مختلة، عشان كده التوب ما يعتبر من الحجاب. في وحدات الواحدة تقول لك أنا بلبس عباية ألبس فوق لها التوب، لابسها ليه؟ إذا كانت العباية ساترة خليك على كده بس. فالمعروف العباءة أو الملاءة تسمى عند العلماء قديما، لقول النبي لقول الله تبارك وتعالى: قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. الجلباب قالوا العباءة أو بيسموها الملاءة، ساترة تعم البدن، فضفاضة واسعة تخينة، ساترة للأرجل من فوق، الغطاء بيكون من فوق لتحت، ما معطرة ما مزركشة ألوان كده. ودي كلها الشروط دي ما موجودة في التوب، عشان كده ما يعتبر من الحجاب. التوب قلنا في حد ذاته فتنة، في حد ذاته لما فيه من الزينة مزركش وجميل، لما فيه من إظهار مفاتن المرأة وتفاصيل جسمها، ويشف ما في جسده من الزينة والجمال، عشان كده زينة في نفسه ما يجوز، ما يعتبر حجاب شرعي. وصية القحطاني: بالله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطاني.